حماد ايش بك؟ هذا الفيديو مليء بالمفاجآت والأخبار. بصفة مفاجئة شارك نورمال ستوريهات على حسابه على انستغرام من المستشفى، وشفنا من خلال هالستوريهات أخوه محمد مار على فراش المستشفى بعد ما أجرى عملية جراحية، فطمأن نورمال متابعينه على صحة أخوه من خلال هالستوريهات. محمد إيش بك؟ تعبان أوي. ليش تعبان؟ عملت عملية وتعبان أوي. اللي عم يسأل حتى لأن محمد أبي الصرف عم عمل اليوم عملية بحصة هي ماي خطيرة، بس هو تبنج وصار يحكي لنا شغلات. شو محمود استغليناه، عرفنا كل شيء عنه، صرنا من امبارح عم يحكي لنا شغلات لليوم. قمر الطائي شاركت ستوري علقت من خلاله بي هوايدا اشوف بالمنشنز حكي من هذا وهايا وفلان يقلدك وفلانة سوت مثلك. يا جماعة أني ما أنزعج، ماكو داعي تسبون أحد أو تغلطون على أحد لأن الموضوع ما يزعجني، بالعكس هذا يثبت أنه أني الأصل أو بمعنى آخر أنه أني قدوة فيتعلمون مني ويسوون مثلي وهذا الشيء يخليني أفتخر. ورجعت حذفت هذا الستوري بعد ساعات قليلة من تنزيله، فشو رأيكم بكلام قمر؟ أنس وأصالة عم بيحضروا للانتقال لبيت جديد بأمريكا، فشاركوا فيديو على يوتيوب خيروا فيه المتابعين بين 3 بيوت كانوا محتارين أي واحد حيختاروه ليستقروا فيه، والبيوت كانت جد فاخرة وجد جميلة، فأي واحد من البيوت 3 اللي بتشوفوه مناسب لأنس وأصالة؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. أبو الرب متواجد حاليا بكينيا حيث سافر لرحلة سياحية وللعمل أيضا على محتوى من هناك، فعم يشارك مغامراته من هناك على انستغرام. بصفة جد مفاجئة غير غيث مروان اسم صفحته على انستغرام لفانز نور ستارز وكتب بالبايو فانز نور ستارز صوتوا لها لأنها أحلى نجمة بالعالم فانز للموت، فاستغرب المتابعين من هذا التصرف، فبين غيث مروان ونور ستارز خلاف دام عدة أشهر، فتساءل الجمهور عن ما إذا كانوا تصالحوا ورح يعلنوا عن صلحهم مستقبلا، فشو رأيكم أنتو؟ أما نارين بيوتي فنشرت ستوريهات صرحت فيهم أنها مريضة ومناعتها كتير ضعيفة لهيك ما قدرت تصور فيديو جديد على يوتيوب. أنا ليش هيك لوني؟ اوكي اتوقع مناعتي صايرة زبالة لانه اتوقع كل يوم انا مريضة، ما بعرف شو المشكلة، بس صار لي 4 ايام انا مرشحة واليوم على اساس انه فكرت حالي حتحسن وكنت حصور فيديو وخططت لكل شيء عم مرضت اكثر هيك شكلي شكارة القصة، بس انا بالفرشة.